مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم نزلت لكم لعبة البابجي، أو اليوم امبارح، وهلأ رح ألعبها. ما كتير خبرة فيها بس رح نجرب قدامكم. هلأ رح أنزل بعد شوي، يمكن في واحد معي، واحد عراقي واثنين من فنلندا، يمكن هذا علم فنلندا. ما بعرف ايمتى بدنا ننزل، بس علي الرشيدي يلا، ما ضل غير 37 35 واحد بالطيارة. اوه ها، نزول جماعي. نحن الأربعة، نحن الأربعة طبعا، هلا فريق واحد. خبروني بالتعليقات أصدقائي، خبروني مين منزل اللعبة، مين عم يلعبها، شو كيف شفتوها، إذا حلوة ولا لا. هلا احنا أول ما نوصل على الجزيرة بدنا نروح ندور على أسلحة وتياب وهالقصص هي. هلا فتحت المظلات، اوكي نروح على شي بيت من هالبيت ان شاء الله. ما اسلاح، اكيد في سلاح، شكله ما في شي. هذا انا بدي هي، ما شو هذا، هي اسلحه، ما بعرف شو عفشنا. المهم ماشي الحال. هاي واحد من أصدقائي فات لجوا، هلا في سيارات هون بيلقى أحيانا هيك شغلات واحد يقضيها مشي. هنيك سيارة، هاي سيارة، مثل ما انتم شايفين هلا ضل في 90 شخص، كانوا 100 صاروا 90. فكرناها سيارة، طلعت من سيارة، طلعت صخرة. طيب لوين بدنا نروح هلا؟ والله العظيم ما بعرف، نزل مكان كتير سيء. وين بدنا نروح؟ اوبس 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 اوبس، شو عم يصير؟ هذا اللي معي، ما لا والله معي. هاي ايش انت شو فيها؟ في ايش؟ طيب شو اخرتها؟ طيب شي سيارة، شي حدا معه سيارة؟ طبعا هون فيك تحكي مع اصدقائك، تسمعون. انا ماني مفعل هلا مشانكم، بس راح فعل هي. شو عم يحكوا؟ يا شباب حدا معه سيارة يجي عندي. والله العظيم ما بعرف شو نعمل لأصدقائي، بس هيك حظكم ما في شي، كله شجار كأنكم شايفين.
فيكن تعملوا حركات، فيكن تزحفوا هيك، فيكن تمشوا هيك، فيكن تسرعوا هيك. 74 الايف. طيب ايه وبعدين؟ طبعا هاي المنطقة الحمراء ما لازم تكونوا متواجدين فيها. اوف ما في حدا، ليش هيك؟ مثل ما خبركم اصدقائي اللي نزل اللعبة وعم يلعبها يخبرني بالتعليقات اذا عجبته ولا لا، وشو فيها هيك شغلات مثلا ممكن لا الاشخاص العاديين ما بيعرفوها يخبرنا عنها. اصدقائي شو عم اعمل والله العظيم ما بعرف، بس انه يعني ان شاء الله نضل للاخير. بعد عني كتير، رقم 3 و2. لا وينك 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 وين هذا، وين هذا اللي عم يضرب؟ شفتك. لا هذا معي. اللي معي قتل واحد، عم ياخذ سلاحته وشو معه الاغراض وهيك. شو قولكم، نلاقي حدا هون ولا لا؟ خذ منا. يلا ما يد ما يد، خلي نروح على الولد. يلا صراحة رقم 4 هذا. أصدقائي كان عم يقول لي رقم 4، يقول لي رقم 4 الحقني. ما هو كدرع والله لحد الآن، أنا عند الدرع رقم 2 رقم 1 والله، حتى أنا ما عندي درع. خرب. هذول أصدقائي عراقيين 2، انا بفريقهم هلا. 57 شخص على قيد الحياة من اصل 100. احنا 4 هلا مع بعض سوا. ما كان شايفين اصدقائي نحن 4 خط واحد رايحين نشوف وين في مقاتلين نشان نقضي عليهم. بصراحة حابب اطلع بالسيارة، شو رايكم؟ راح اطلع فيها لان هون يبدو ما في حدا. حورجيكم متعة القيادة. وين بدنا نروح نحذركم؟ ما بعرف صراحة، ما بعرف. طبعا هلا لغيت الدردشة، عم يحكوا مع بعضهم اكيد، بس انا رح اطلع عنهم وامشي لحالي، شوف لوين بدي اوصل.
وين العالم وين البشر؟ ما حدا بيعرف. هلا اذا طلع حدا بوشي فيني ادعسه على فكرة، بيموت فورا. بس ما في حدا. ما في حدا. اوبس. تسعة وأربعين شخص على قيد الحياة من أكثر من دقيقتين يمكن. الظاهر ما عم يصير صدامات. أوه. لف 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 لف. والله العظيم غريب، يعني أكثر من عشر دقائق في الفيديو لهلا ما صادفت ولا حدا. عم يبلشوا يصفوا بعض، صاروا 47. غلط، حنروح نروح اتجاه الغلط بتوقع. هدف اللعبة انك تبقى على قيد الحياة انت ومجموعتك، اذا كنت عم تلعب مع مجموعة او تكون لحالك من اصل 100 شخص. هاي الخريطة عم تطلع علي، طبعا انا ماني فاهم شي، بس انه لنشوف. انا رح اروح لعند المجموعة اللي انا فيها، شكلهم بعد عني كتير، بس يلا رح نشوف يمكن بنساعدهم شوي. يلا يلا يلا، طلع صعب بس يلا. صاروا 35 واحد على قيد الحياة. خبروني بالتعليقات اصدقائي اذا شو مرة لعبتوها لحالكم، لعب يعني لعبتوها وربحتوا بدون ما تخسروا اي شخص مثلي. يعني لحد الان يعني يمكن انا اربح و بس ما اكون ما قاتل ولا واحد. 35 شخص على قيد الحياة. هلا وين اصدقائي؟ انا ضيعتهم. المجموعة اللي فيها وينها؟ شي غريب عجيب عن جد. هون تفحيم كله مفحة. هات لشوف شو عم يحكوا. عتاد اخضر، عتاد اخضر. عتاد اشكر واحد بيودي. طبعا عم يحكوا اصدقائي بينات بعض وعم يحكوني طبعا، بس انا خارج طاقتي. هني هون رح ننزل لعنده لنشوف شو عم يشتغلوا هون. طبعا اصدقائي كل ما انا المنطقة عم تضيق اكتر واكتر. عدد الاشخاص اللي عم يلعبوا هلا بالجزيرة ضلوا 32 شخص على قيد الحياة. مثل ما انكم شايفين يعني محتارين، ما حدا بيعرف شو بده يعمل. وين السيارة؟ بدي اطلع السيارة و ارجع. شو هاد؟ في اطلاق نار من هاد. وينو هاد؟ وينو وينو وينو؟ صاروا 29.
ولا لا؟ وينو هاد؟ وينو؟ بس دلوني عليه. فرانسي فرانسي. لا 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 لا، هيك صرتنا. يلا مش الحال، صار 27. شوفي هون بضاعة خرجت نعفش هوني خوزي. يلا ماشي الحال. شفتوا هاي مجموعتي انا فيها؟ اكيد عم يحكوا معي هلا، رح شغله رقم 4. ايش بدنا نسوي هلا؟ وين بدنا نروح؟ ولك 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 ولك. وين هاد؟ وين هاد؟ مين هاد؟ راح نعلس. وين احنا من الدائرة؟ ايودي لازم نروح. ايودي يلا اصدقائي، شو بدنا نشتغل هلا؟ الفيديو صار طويل كتير، 23 شخص على قيد الحياة. ما تفيدك، تعال شيلها من هنا. تعال يا مهاي. اي بدي هارد روحك. اي بدي خدام. اقول لك خدام. اي بدنا شي سيارة. ما في شي سيارة؟ جوانا سيارة عشان شفنا انا تلع. يلا يا أصدقائي ادعوا لنا ادعوا لنا. هذا 20 شخص على قيد الحياة أصدقائي. شو هون قرروا إنه ينطروا الأعداء. في شخص عم يتحرك هنيك ممكن ما؟ What?
أصدقائي مدري وين أنا. يابا أنا عندي وينو الشخص اللي عم يلعب معه اسمه علي الرشيد من العراق واثنين ثانيين يمكن كمان عرب. هياته نزل واحد نزل. واحد يخلينا علامة، خلينا علامة عايش. يلا يا أصدقائي شو نعمل؟ طول الفيديو كتير. 16 شخص على كل حدا، 4 وقصة 12. طبعا انا ما معي غير مسدس وراح يخلص سلاحي. لا تشوفون احد بغير مكان؟ يعني انا ما ضل معي سلاح كتير. ايه رح يخلص. وقعت صاحبي همين امات. وين انا ما اطلع حدا ورا الشجرة. بالي يا ولد ترى مكانه زين، ليش تحركته؟ لحد انا ما ضل معي سلاح، بدي اخذ سلاح. رقم 4 وخر واقف فوق. طبعا اصدقائي لسه في 4 على قيد، لسه في 11 على قيد الحياة، اثنين نحن الاربعة، يعني ضل 7. ماكو حد. هو اقول لك احنا السنتر هسه، هم كلها تجي علينا. شوفون هذا الشيء هسه راح يجون عليها. هسه من ورا يا ولد، بس واحد يقعد لنا. ايوه قاعد لنا. ها؟ ايوه انت مو قاعد هناك يا ورا؟ لا. طبعا اصدقائي نحن ما معي سلاح. خلص السلاح اللي معي. ولا محتمي بأصدقائي اللي معي بالفريق. طبعا ضل هلا 8، انه نحن التلاتين لسه في 5، لازم نقتل الـ5 بنربح.
برأت هم وقعوا ثمان وقعوا بس أربعة إيه بس أربعة بقى هذول الاثنين طقيتهم اثنين ما وقع طلع منكم واحد عندك خرب يلا روح يلا يا شباب لازم نربح يلا عم صور الفيديو بدي نزله على اليوتيوب ايودي او يلا يلا ماكش انا ما ضل معي سلاح ارا جان الزوم ها شباب انزلوا اوفك ما لك دخله بالزوم لا لا هم ها اجل علينا احنا بالزوم بالداره هسه بالسنتر انت قاعد حط ناظورك وقعدت طبعا شو شايفين اصدقائي ما ضل غير يعني جزء صغير من الجزيره نحن ضمنه في ثلاث اشخاص يا شباب كل واحد ينتبه على صفحة حتى شنو ثلاث اشخاص بس على قيد الحياة غيرنا لا هو والله طلع معي بقوا بس ثلاثة يلا منيح طلع معي طلع معي مسدس غير لو اشوف امه في اربع رصاصات بس هذول وين؟ لا هم بالبيت لا تشوفوهم من يمكم الفيديو طول كثير الفيديو صار له نص ساعة الفيديو يا الله انا خاف يجينا واحد من ورا كل واحد ينتبه على صفحة طبعا اصدقائي ضل ثلاثة بس ضل ثلاثة طبعا اكو واحد بهذا البيت اخوه هو هسه راح يطلع طيب شباب شو رايكم نكون احنا اربعة وهن ثلاثة نهجم عليهم مو احسن؟ ها ما هي الدنيا ما تخافوش يانو حط عليه وين يودي ايوه شفته وين رها لقاه ايوه دي قاعد يقعد لا يضربه قناصه حالك عاد ما يقدر يطلع منه اه مدراسك مدراسك ويا جماعته ويا جماعته راح يجون على الهيئات شوف صاحب يا صاحب القائد الزاوية
enemy is ahead. ضل اثنين ضل اثنين. صاحب ذاك هو الفوضى. مار بقى بس واحد. ضل واحد. اوه صار في خطورة. هسه هو اجباري يجي. يعني مات مات. مات ربحنا. من قتلك؟ مبروك احنا شباب. مبروك. ابا العاشر يا شباب. حلوة. اذا اصدقائي مثل ما شفتوا ربحنا. هي اول مرة بلعبها من اول مرة ربحنا. طبعا الفيديو طول كتير حوالي 32 دقيقة. شكرا كتير لمتابعتكم. اتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس.